أرحب بكم جميعا معنا بمناسبة نهاية دورة تكوينية بفائدة كلة من المتدرسين الجدد الذين التحقوا بمهمة حسبهم منها أنها أشرف المهن وأزكاها عند الله سبحانه وتعالى. اسمحوا لي أيتها السيدات أيها السادة أن أدعكم في صورة ما جرى في هذا التكوين انطلاقا من ثلاثة نقاط أساسية. النقطة الأولى وهي انخراط مركزنا مركز أبويزة للتكوين والتدريب والاستشارات. النقطة الثانية توفرنا على نخبة من مؤثري ذوي الخبرة والكفاءات العالية. والنقطة الثالثة وهي الأخيرة التقاء النيات الطيبة في مصادفة عجيبة التقينا مع أصحاب مشروع طموح ونبيل أصحاب مؤسسة إبداع المعرفة الذين وجدنا فيهم كل التعاون والمساندة لإنجاح هذه الدورة التكوينية. شكراً. إزلان تدلوي مديرة مركز أبويزة بريبي للتكوين والتدريب والاستشارات. إحنا اليوم كنحتفلوا بالفوز الأول 2019 لتخرج الأساتذة. هذا الفوز الأول بشراكة مع مؤسسة إبداع المعرفة، هي مؤسسة بالكاموني. كيف ما إحنا كنعرفوا إحنا كمركز يعني كنديروا تكوين، ولكن في نفس الوقت كنقلبوا على 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 أماكن فين نقدروا نشغلوا هاد الشباب باش نفعلوا القضية ديال إدماج الشباب في سوق الشغل. لا احنا ما عندناش شراكة مع التكوين، يعني احنا مركز خاص. الفكرة الأولى اللي كانت عندنا هي التدريب والتكوين، ولكن من بعد خرجنا بواحد الأفكار اللي هي أن هاد الناس اللي كيتكونوا خاصهم مناصب الشغل وخاصهم يشتغلوا باش نحدوا من البطالة، وعلى الأقل نكونوا قدرنا أننا نكونهم أننا ندمجوهم في سوق الشغل. واليوم احنا كنحتفلوا بهذا الفوج الاول اللي هو كيتكون من 25 استاذ اللي هما بطبيعه الحال كانوا طلاب في الاول، والحين حنا كنفتخروا بهم وكنحتفلوا بهم كاساتذه. بطبيعه الحال السن غير محدد السن بطبيعه الحال، ولكن ضروري مشاهده البكالوريا فما فوق. هي عندها علاقه حتى بالتعليم الاولي، الا قلنا التعليم الاولي حتى هو كيطلب نفس القضيه ديال انه خاص يكون عنده الانسان البكالوريا فما فوق. بطبيعه الحال كيكونوا اساتذه متخصصين صف اللغه الفرنسيه او اللغه الانجليزيه او اللغه العربيه او الحساب الذهني او الرياضيات الى ما ذلك. فحنا كنشوفوا كاع المتطلبات ديال المؤسسه وكنشتغلوا عليها على هذا النطاق هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم احمد بن محمد الشتمو، رئيس مؤسسة إبداع المعرفة. الفكرة ديال إنشاء المؤسسة جاء بعد أن طلعنا على مجموعة من الأوراش القائمة بمدينة سيدي علي البحراوي، فرأينا افتقاد هذه المدينة الفتية إلى محاضن للتربية والتعليم وهي المؤسسات. وأيضا اطلعنا بعد مسح لهذه الجغرافية أننا وجدنا افتقاد هذه المدينة لمؤسسات للتربية والتعليم، فلذلك انبثقت هذه الفكرة لإنشاء مؤسسة تعنى بالتربية والتعليم الأولي والابتدائي والإعدادي والثانوي إلى المراحل الأخرى إن شاء الله تعالى. بعد ذلك حملنا على عاتقنا تكوين فوج لكي يقود عملية التربية والتعليم داخل مؤسسة إبداع، لأنه لا يمكن أن نقدم للمؤسسة الفراغ، ولكن ينبغي أن ننطلق من وجه صحيح وهو الأطر التي سوف تقود عملية تكوين، عملية التأهيل، عملية التربية، عملية التعليم. وهذه الأطر وهذه الكفاءات ينبغي أن نعدها إعدادا صحيحا ينبني على أسس صحيحة وعلى بيداغوجيا صحيحة حتى تقدم لأبنائنا ولساكن سيدي علي البحراوي جديد ما يمكن أن يكون داخل مساحة ميدان التربية والتعليم. واليوم إن شاء الله تعالى نشهد حدث التخرج، نشهد حدث تخرج أول فوج لمؤسسة إبداع المعرفة بعد مشوار حافل من الجهد والاجتهاد والتدريب والتكوين الذي رأينا من خلاله نشاط وهمة هؤلاء الشباب الذين نحتفي بهم. Thank you.
Thank you.